في بداية الحياة، والواحد كده لسه صغير في السن بيبتدي يبص حواليه ويشوف من حواليه مين الناس اللي عايز يبقى زيهم أو عايز ياخدهم قدوة ليه. مع بداية الحياة بقاش فيه تجارب كتير فيها، ما بيبقاش فيه حاجة أصلا حصلت، فأنت بتبتدي تبص كده، أنت لسه مش فاهم نفسك، بتبتدي تبص الله أنا عايز أكون زي محمد صلاح مثلا، أنا عايز أكون زي أخترع حاجة مختلفة، عايز أعمل أي حاجة. لكن مع الوقت بتبقى أنت مشتت وسط كل ده، ومع الانفتاح بقى ومع العولمة والكلام ده كله، بتبقى أنت ساعات كتير قوي قوي بتاخد من غير ما تقصد قدوة سيئة لنفسك أو لأولادك أو بتصدرها للي حواليك. كتير قوي ما يعرفش مننا ايه هو الحاجة الصح، او ايه الحاجة اللي تبقى شبه الاطار اللي احنا عايشين فيه، سواء في المجتمع بيشبهنا كعيلة، بيشبه ديننا، بيشبه الحاجات دي كلها، لكن بنبتدي نبقى مش عارفين، اخد من هنا شوية واخد من هنا شوية. عشان كده لما كبرنا شوية لقينا انه مهم قوي وانت بتربي ابنك تبتدي تزرع فيه ان هو يبتدي يبص على الناس اللي حواليه، من الناس طبعا اللي فيهم صفات حسنة، ان هو ياخد منهم الصفات دي ويبتدي يطور من الصفات دي في نفسه. القدوة عامة فكرة موجودة عندنا حتى في الدين الإسلامي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بناخد من الرسول قدوة منه. مهم جدا ان احنا نبتدي نزرع في أولادنا من سن صغير ان هم يبقى عندهم الصفات الحسنة دي ويركزوا عليها، ويشوفوا مثلا، شوف مثلا عمو فلان ما بيتكلمش على حد، ما بيكذبش، ما بيفتنش، شوف فلانة بتذاكر كويس قوي، بتنجح، لو انت حابب انك تكون زيها او تشاركها في نفس الصفات الكويسة دي، شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه، نعمل زيه. هي دي القدوة اللي احنا بنحب ان احنا نصدرها دايما لأولادنا، ونبعد على قد ما نقدر عن يمكن الصفات السيئة اللي بقت كتير موجودة دلوقتي على مواقع التواصل الاجتماعي، وبقى سهل انهم يشوفوها في خلال اليوم بس بسكرول بسيط، او ان هم بيعدوا كده على الموبايل يقدروا يشوفوا حاجات كتيره قوي غلط. فبدل ما يشوفوا الحاجات دي، مهم جدا، او هنا بيجي دور الاهل في انهم يساعدوا اولادهم ان هم يلاقوا قدوه حسنه ليهم، او يبتدوا يقولوا لهم انا نفسي لما تكبر، يعني لو انت حابب حسب طبعا ميول الولد او البنت ايه، انك تبقى زي فلان او زي فلانه، تبقى عندك الصفه الحسنه الفلانيه. فيمكن دي من الحاجات المهمه قوي. انا شخصيا حابه اعرف من زميلي شاذلي اجابه سؤال النهارده، سؤال حلقتنا النهارده، هو نفسك ابنك يطلع زي مين لما يكبر؟ شاذلي نبتدي بيك. نبتدي طبعا، بس انت قلتي كلمه مهمه قوي، شوف فلان ما بيتكلمش عن حد. عجبتني قوي فكره ان انت بتحط القدوه قدام ابنك. احنا من كام يوم كان عندنا في صباح الخير يا مصر، كنا بنتكلم عن القدوه وازاي احنا بنختار القدوه لابنائنا، ازاي احنا بنحط القدوه في طريقهم بطريق غير مباشر. يعني انا بحاول، يعني انا مثلا قدوه في الرياضه محمد صلاح، انا قاعد بتفرج على محمد صلاح ومعجب بيه ومعجب بقصه صعوده وبكفاحه لحد ما وصل اللي هو فيه ده، فبفضل اتكلم عنه كتير. انا كده بطريقه غير مباشره حطيت القدوه قدامه في كل المجالات، اقدر احط القدوه قدامه بنفس الطريقه. وانت بتربي ابنك لازم تعرفه ان هو لما يكبر لازم يكون عنده حلم، لازم يكون عنده هدف، مش بيكبر كده وخلاص وهيدخل ويكمل مراحل التعليم ويطلع ويتخرج ويدور على اي شغلانه، لا، لازم يكون عنده هدف، لازم يفكر، لازم يقول ان هو عايز يطلع زي مين، لازم يشوف الشخصيات الكبيره، الناس اللي حققت انجازات في مجالها، انت بتتمنى ان ابنك يطلع زيهم، لكن هو لازم هو كمان يكون حابب انه يكون زيهم. ده بايه؟ بانك بتحط زي ما كانت بسنت، تحط القدوه قدامهم. طبعا كلنا نفسنا ولادنا يطلعوا احسن مننا في كل حاجه، ونفسنا يختاروا اللي هم حابينه في المجال اللي هم عايزينه، لكن احنا بنوجههم خلال المراحل الاولى من التعليم، احنا بنوجههم بطريق برضو غير مباشر، بنعرض عليهم الطرق المختلفه للتعليم، بنعرض عليهم لغات مختلفه، بنعرض عليهم ثقافات مختلفه، عشان هم بعد كده يختاروا اللي يناسبهم ويناسب شخصياتهم بعد كده. يمكن من اصعب الحاجات اللي بحسها يا شاذلي انه عليكوا دور كبير قوي انك تقول له الحاجات دي ايه هي، ان هي تبقى صح. ما انت برضو النهارده بقى في حاجات كثيره فهم مغلوط للامور اصلا، فان هم يفهموها بالطريقه الصح وياخدوها يعني احنا نحاول نوصلها كمان بطريقه تناسبه دلوقتي في الزمن اللي هو فيه ده، صعب جدا. عندك حد معين مثلا او صفه معينه حابب بنتك لما تكبر يبقى مش صفة واحدة؟ كنت لسه هتكلم معاك في الموضوع ده، مش صفة واحدة الحقيقة، لكن وانت بتربي ابنك لازم تربيني في حاجة اسمها ضمير. حقيقي هو بقى عنده ضمير،
فكل الصفات الحسنه هتكون موجوده بعد كده. دي حاجه انا حريص. يمكن بنتي دلوقتي بتقول لي انا بكلم ضميري، انا ضميري اصغر مني وانا بقول له نعمل ايه وهو بيقول لي نعمل ايه، ودي حاجه عجباني قوي. انا بكلم ضميري، ابتدى يبقى شخصيه عندها. عرفت ان في حاجه اسمها الضمير. فاحنا بنزرع جواهم ان في حاجه اسمها الضمير. الضمير ده بقى بيوجهك، بيعرفك الصح من الغلط، الحلال من الحرام، الخير من الشر، بيوجهك للطريق الصحيح، بيرجعك لو دخلت لطريق غلط يرجعك. فانت لما بتكبر بتبقى حريص انك تعمل كل حاجه في الدنيا، لكن تعملها بطريق شريف، تعملها بالطريق الصح. لازم ابنك يتعلم حاجه زي دي، ولازم انت تزرعها فيه من هو صغير. ده حقيقي. فده سؤالنا الموجود على صفحاتنا. يعني نفسكم ابنكم لما يكبر مثلا يطلع زي مين؟ نفسك يكون مستقبله عامل ازاي؟ هل في شخصيه معينه مثلا انت نفسك ابنك يكون زي هذه الشخصيه؟ ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا على منصاتنا المختلفه وعلى الفيسبوك. منتظرين اجابات حضراتكم وتفاعلكم على سؤال حلقه النهارده، طبعا هنعرضه خلال الحلقه. صباح لحضراتكم مره ثانيه، اهلا بيكم وحلقه جديده من صباح الخير يا مصر.